إخوة الإيمان، إذا ندرك لحظة ذكر مع صحة قلب تعطيك أعلى منزلة عند الرب، أعظم منزلة عند الرب، تفوق حتى الصلاة والصيام. ولذا قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم ختم الآية بقوله: ولذكر الله أكبر. والله أكبر من الصلاة وأكبر من تلاوة القرآن وأكبر من كل شيء، والله يعلم ما تصنعون. فبين أن ذكر الله أكبر من أي عبادة أخرى، بل ما شرعت العبادات إلا لهذا. لما شرعت الصلاة؟ لذكري. وأقم الصلاة لذكري. لما شرع الصيام؟ ها؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فجعل الغاية والهدف من صيامنا تكبيره، تنزيهه، توحيده. وكذلك الحج، المناسك كلها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا أعظم ما في الحج، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الحج العج والسج. العج الجهر بالتلبية وهي ذكر الله، والسج إراقة الدماء، ولن ينال الله منها شيء غير تقوى القلوب وذكرها لله. إذن الهدف الرئيس من كل عبادة تعظيم الله وتنزيه الله وذكر الله. أجل عبادة أمرنا بها: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا هذا الأمر الهدف الرئيس منه اليقين بالله، تعظيم الله، توقير الله، إجلال الله. لكن هناك أهداف رأي لما يقول لنا اقرأ باسم ربك الذي خلق. هل القراءة في المخلوقات فقط لذكر الله؟ ولكن القراءة في المخلوقات ستفتح لنا كل أبواب علوم الدنيا. من يقرأ في الفلك سيخرج علينا بدقائق علم الفلك، ومن يقرأ في الجبال سيخرج علينا بدقائق علم الجيولوجيا، ومن يقرأ في النبات سيخرج علينا بدقائق علم النبات. ولذلك يا إخواني جل العلوم التي نعرفها المادية الآن، الكيمياء والأحياء والفيزياء، جل هذه العلوم كان منشأها الوحي، منشأها هذه الآية: اقرأ، اقرأ. لأن كثير من الناس فهم فهم خاطئ أن هذه العلوم بعيدة عنا. هذه العلوم دخلت يقينا في أول أمر من الله صدر لعباده: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك تعجب الصحابة في حياتهم ما مات النبي عنهم إلا وأوتوا علوما في كل هذه العلوم. ليس معنى أنهم لم يسجلوا أو لم يصلنا منهم ما سجلوه أن هذا غير موجود. يقول أبو هريرة وهو متأخر الصحابة، أبو هريرة أسلم عام فتح خيبر، عام 6 عام 7 للهجرة، يعني عمره في الإسلام 4 سنوات ومع ذلك أو 3 سنوات. يقول: ما مات عنا رسول الله، مات عنا رسول الله، وما من طائر، وما من طائر، أي نوع من الطيور، اسمع العبارة الدقيقة دي: لقد مات عنا رسول الله، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. يبقى فيه مخلوق مش ثابت على الأرض، ده حتى الذي يطير ولا نتمكن من إمساكه أوتينا منه علما. فإن ذكر المتحرك يقينا دخل الساكن. ما من شيء إلا أوتوا منه علما. بل لما تتتبع سير السلف تذهل. يحضرني موقف طريف جدا، أحد أئمة التابعين يقول: تلميذه كان شيخي كل يوم يعطيني مسألة فقهية، فلما كان يوم احتضاري يوم موتي
أرسل إليه وقال: أي بني، مسألة اليوم، المسألة الأخيرة اللي أعطاها له عند موته، اسمعوا. قال: مسألة اليوم، مني الخفاش كمني الرجال. معلومة جديدة عليكم، مني الخفاش كمني الرجال، في لون ولزوجته ورائحته وكثافته. مني الخفاش كمني الرجال. عندنا معلومات عن الخفاش؟ لا. سلامات. طب الرجل بيحتضر، ماذا تفيد هذه المعلومة؟ يا إخواني، السلف ما ضيعوا معلومة عن كرم الله أبدا، بل حفظوها وفي الصدور حفروها. هذا الطالب يأذن الله بعد موت شيخه أن يلي منصب قاضي القضاء، وزير العدل. وزير العدل، معلومة قد يستهين بها البعض. ماذا تفيدنا عبارة مني الخفاش كمن رجال؟ وأعطاها له على أنها مسألة فقهية من فقه الدين. لم يفرق السلف بين فقه الله في كونه وترتيبه له وبين الفقه الشرعي الذي ندرسه لإقامة العبادة. كل هذا داخل تحت مسمى الفقه. نعم يا إخواني، فكثير من مسائل الفقه بنيت على المنظور في الواقع. إذا ندرك، بل الأصل في الفتية أنها بنيت على حسن تصور الواقع، كما قال تعالى في نص قرآنه: وتمت كلمة ربك على أين نحو؟ قال: صدقا وعدلا. قال السلف: صدقا في الأخبار، أي في حسن تصور الواقع المراد الفتية له، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق الذي يلائم هذا الواقع. إذا ندرك، هذا شرط أي فتوى في الإسلام، شرط أي فقه في الإسلام. لا يكون الفقيه فقيه إلا إذا أحسن تصور الواقع الذي يريد أن يفتي له. فلا تفتي لواقع غير الواقع فتضل الناس من حيث لا يشعرون، هذه كارثة. إذا ندرك هذا المعنى، مني الخفاش كمني الرجال، يأذن الله يتولى هذا التلميذ قاضي القضاء. وتقع مشكلة كبيرة مع رئيس الدولة أمير المؤمنين خليفة المسلمين، غاب في سفر ثم عاد، ويوم عودته يدخل بيته فيرى على فراشه، فراش الزوجية، مني حار. فقال لامرأته: من سبقني إلى فراشي وأنزل هذا المني؟ إما أن تقري وإلا فالسيف على عنقك. مني ومني حار على فراش أمير المؤمنين خليفة المسلمين. من دخل على الفراش هنا وفعل هذه الفعلة؟ فإما الإقرار وإما السيف. وكاد الرجل يقتل امرأته، فقال لهم من حوله: هل استشرت أحد العلماء؟ فجاءوا بوزير العدل قاضي القضاء، فوجهوا إليه السؤال، قال: دلوني على المكان. فلما دخل جابه فوجد خفاشا مختبئا في سقفه، قال: هذا من هذا. علمني شيخي عند احتضاري أن مني الخفاش كمني الرجال، فأنقذ الله به عنق المرء. بل من العجائب ما ذكره السلف، قالوا: أنثى الخفاش تحيض كما تحيض النساء، لها دورة شهرية. ومن العجائب أن الخفاش يضحك كما يضحك الإنسان بنفس الطريقة بفمه. معلومات، اقرأ. القارئ لكون الله، هذه مجرد نماذج يا إخواني أقربها لكم فقط في مخلوق واحد خفاش، لكن الصحابة قرأوا كل ذلك في كل ما خلق الله. ما تعنى رسول الله: وما من طائر، أي نوع من الطيور، وما من طائر
إلا أوتينا منه علما. فهل هذا حال أمتنا اليوم؟ والله لو أقمنا هذه الآية وحدها ما سبقتنا من الأمم أمة، لا إيمانيا ولا ماديا. فعلوم الدنيا كلها كان هذا منشأها، هذا منشأها. متى نقرأ؟ اقرأ، كلنا نقرأ الآية، من منا فهم معناها على هذا النحو الذي ذكرنا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ في كل ما خلق الله بما فيه الإنسان نفسه، منشأ خلقه، بداية خلقه، كيف خلق، على أي نحو خلق، كيف رتب الخلق على الخلق، كيف دبر أمر الخلق. هذا أمر عجيب عجيب عجيب، لأنه سيفتح لك كل أبواب العلاج والطب وغيرها. فكل علوم المادة اندرجت تحت هذه الآية. ولا في علم يخرج، في علم حديث يخرج عن اقرأ واقرأ الأولى فقط. لسه احنا في أول أمر الآن، فهمتوا الأمر؟ فهمنا معنى اقرأ؟ فهل نحن عمرنا كله قرأنا؟ نفذنا أمر الله لنا؟ ده أول أمر نزل إخواني، وأمر فريضة أفرض من الصلاة والصيام، ولذا هو سابق على الصلاة والصيام. نزل هذا الأمر قبل أن يؤمر الصحابة بالصلاة، وقبل أن يؤمر بالصيام، وقبل أن يؤمر بالحج، وقبل أن يؤمر بأي ركن من أركان الإسلام، لأن أصل التوحيد فيه، وهذا منشأه، وهذا مصدره الأول. وليكون من الموقنين. هل عرفنا هذه الحقيقة؟ اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وذلك يا إخواني تعجب، تاريخنا الإسلامي